يعيش الأبدان. والطب دواء وشفاء، بالطب يزيد الإيمان، بالطب يزيد الإيمان. أخذ الأسباب سعادتنا، علمنا الحق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا محمد عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين، وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أحبائي في الله، لقاء جديد مع الطب الآمن. حلقة اليوم أيها الأحبة في الله بتتناول موضوع بيهم كثير من الناس، كل اللي عايز يخس يقول كيفية حرق أكبر كمية من الدهون الموجودة. هو دي موضوع النهاردة، وهي وسائل أو وصايا لزيادة حرق الدهون في الجسم. عايز كده نجهز ويكون معانا ورقة وقلم، وقبل ما نتكلم عن هذه الأشياء هنهتم ببعض الأخبار وبعض المطالبات اللي بنحاول نطلبها من إخواننا وأحبابنا المسؤولين. خبر وهو يعني أسعدنا، وهو إعادة ضباط الشرطة الملتحين للعمل، ويمكن ده حق من حقوقهم. يمكن كنت بناقش بعض الناس البسطاء أمس، فبيقولوا إذا كان إشمعنا الطبيب ليه حق إنه يلتحي، حتى الجراح اللي في غرفة العملية، وليه المهندس ليه حق إنه يلتحي، والبحار والطيار، يعني ليه نحجر ونضيق ونمنع سنة عن إخواتنا ضباط الشرطة وضباط الجيش. فطبعا نقول جزا الله خيرا كل من ساهم في إعادة الضباط إلى وظائفهم، ونقول لهم ربنا سبحانه وتعالى يكتب لكم بهذه اللحية عنده أجرا. فرحنا جدا لما شفنا، يعني وإحنا كنا نتمنى اللي يقدم النشرة من الرجال، ولكن إذا كانت القناة المصرية بتقدمها امرأة فكانت امرأة محجبة، فهذا نقول توفيق من الله، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يسدد خطى جميع المسؤولين. لما حصل امبارح اضراب نقول مضيفين الطائرات في مصر للطيران، خسارة كبيرة. ويمكن اخ عزيز، يعني اخويا الاكبر، ليه اقتراح جميل جدا، وبعرضه لاخواننا اللي عايزين يعملوا اعتراض او يعملوا يعني اعتصام. بنقول في دولة متقدمة مثل اليابان، اما يجوا يعملوا اضراب يعملوا ايه؟ بيجيبوا قميص لونه يعني مميز، معروف في البلد ان ده قميص الاضراب، يلبسوه جميع الموظفين اللي عايزين يضربوا ويروحوا يؤدوا وظائفهم. المسؤولين في هذه البلاد يرتعدوا اول ما يلاقوا واحد لابس قميص الاضراب وهو بيؤدي عمل. يعني لو مثلا تخيل انت داخل مطعم والجرسونات بدل ما يلبس القميص الابيض الجميل والكرافتة السوداء او البيبيونة السوداء، لا، لقيتهم لابسين قمصان لونها برتقاني ومكتوب عليها معتصمون او مضربون، بس شغال بيقدم لك الصينية ويقدم لك الاكل، ما بنوقفش عجلة الانتاج، وفي نفس الوقت بنظهر للناس ونتحدث معاهم احنا مضربين ليه. فياريت هذه الفكرة نتبناها حفاظا على بلدنا، حفاظا على الدخل القومي، حفاظا على البلد. يمكن قبل ما نبدأ موضوعنا، انتوا عارفين حلقاتنا بقى فيها اتصالات كتيرة، هنبدأ ناخد اتصال، بس خدوا بالكم موضوع الحلقة وصايا لحرق الدهون للبدناء، الناس اللي وزنها زيادة. بسم الله الرحمن الرحيم، ناخد اول اتصال. السلام عليكم، اخونا الاستاذ سعيد من الاسكندرية. السلام عليكم. السلام عليكم وبركاته. ايوه، ممكن حضرتك لو سمحت اسالك عن حاجه؟ نعم، ممكن اسال حضرتك عن حاجه؟ اتفضل يا استاذ سعيد. ممكن حضرتك توصلني دكتور عيون كويس لو سمحت؟ دكتور انف؟ عيون كويس يعني. دكتور عيون كويس، طيب سيب رقمك في الكنترول او خد رقمي، وهنجيب لك ان شاء الله حد من اخواننا الاطباء الكويسين اللي بيجوا القناه. معانا الاستاذ سعد من الفيوم. السلام عليكم. نعم. نزل قلت حضرتك للدوالي الساقين. دوالي الساقين حضرتك لها حجامة، وعايز اوصل حضرتك لها. طيب حاضر، نقول لك ازاي تعملها. عينينا يا سعد. الله يشفيك ويعافيك اخويا. الله يرحم عليك. سلام وبركاته. في اسئلة تانية قبل ما نبدأ نتكلم عن الدعاء لاخواننا
ربنا سبحانه وتعالى يثبت خطاهم. وإخواننا في سوريا بيلقوا الآن، يعني احنا بنقول من زمن يعني أكثر من سنة، محنة إخواننا في سوريا، ويمكن محنة إخواننا في بورما أقسى وأشد. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرفع الهم والغم عن هذه البلدان المنكوبة. نقول منكوبة ليه؟ منها من نكب بحاكم، منها من نكب بكفار، يعني البوذيين الذين يقتلون إخواننا في بورما. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرفع هذا الغضب والمقت والظلم، وإن احنا يبقى لنا دور. يعني نقول حتى المشاهد اللي قدامنا اللي جالس الآن بيقول ليك دور إنك لا تغفل عن الدعاء في كل ركعة في صلاتك، في كل سجدة، في كل تسبيح، إنك تسأل ربنا إنه ينصر إخواننا في سوريا وينصر إخواننا في بورما. أخونا أبو عبد العزيز من القليوبية، السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا دكتور؟ اتفضل يا اخويا. الله يسامحنا، الله يرضى عليك. انا سؤالي طبعا خارج الحلقه، لان بشوفك بحس في نجده من ربنا، بعتني نجده اشوفك. الله يبارك فيك، الله يكرمك، الله يحفظك ويبارك في عمرك. اتفضل يا اخويا. من امثالك عندي ولدين، سالت عن حضرتك السؤال للحلقه اللي فاتت عن حالتهم. هم عندهم زي نوبات فرع، الاثنين نوبات فرع، وغريبه وعجيبه، وبقالي 4 سنين 5 سنين، وفي الاول الدكاتره شخصوهم على انهم كهرباء الالة في المخ، وخدوا علاج غلط سنين طويله، واتضح ان ده علاج غلط، وقالوا لا ده مش اي حاجه. وبعدين بدات نوبات تانية زي ما انت يمكن تسمع في التليفون صوت على الولد، خلي بال حضرتك. فالله يبارك فيك. انا احتجت، مش عارف اعمل ايه. اولا عايز من التليفون حضرتك الاول. طيب حضرتك تليفون حضرتك ادي حاجه. والحاجه الثانيه، هل زيت حبه البركه او زيت الحار بيفسد، واعرف ازاي انه فسد ولا ما فسدش، وايه اللي يخليني اقيم من عدم الفساد، يعني يزرنخ؟ حاضر. اول حضرتك أخونا محمد من القاهرة، السلام عليكم. وعليكم السلام. وطي التلفزيون يا محمد. وعليكم السلام. وطي التلفزيون يا حبيبي، اتكلم من التليفون ووطي التلفزيون. ألو. اتفضل يا محمد. أنا عندي مشكلة، عايز علاج للي بيناموا كتير. أنا عندي مشكلة، عايز علاج للي. طيب حاضر يا محمد. أم عبد الرحمن من القليوبية، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ازيك يا دكتور؟ الحمد لله رب العالمين. الحمد لله. معلش أنا عندي كام سؤال بس كده لحضرتك، ربنا يبارك. اتفضلي اتفضلي. السؤال الأول. أنا عندي جرثومة حلزونية في المعدة. نعم. ماشي. فبقالي ما يقرب من 10 سنين بتعالج، وبتروح وبتيجي باستمرار، مفيش حاجة مريحاني. ماشي. عندي فتق في نهاية الحجاب الحاجز، وارتجاع في المريء. نعم. والتهاب في جدران المرارة. نعم. فالدكتور اللي انا ماشيه معاه قال لي الحجامه ما بيتعالجهاش، هي مجرد انها بتهدي المعده فقط. تمام. ماشي. ف يعني لو في حل علاج مثلا اعشاب او حجامه او اي حاجه حضرتك تقدر تقول لي عليها. حاضر. ربنا يشفيك ويعافيك. اختنا ناديه من القليوبيه، السلام عليكم. الو. السلام عليكم. عليكم السلام. اتفضلي. دكتور امير. ايوه. ممكن اسالك 3 اسئله خارج الحلقه؟ السؤال الاول، في يعني انا جوزي عنده دايما حموده على طول، وبياخد علاجات كتير ما بتعملش حاجه معاه. والسؤال الثاني عنده سوء هضم برضه. الزوج برضه؟ ايوه. هو كله للزوج يعني. طيب ربنا يكرمك. السؤال الثالث، ليه الصباع في ايده كده بيبقى خدلان على طول، وجاب له علاج وكده وبيخلي الدراع كله خدلان، فمش عارفه بيعمل ايه، وجاب له علاج برضه ما عملوش حاجه. نعم. والدكتور نصحه بعملية، بس انا قلت لا يستنى شويه ما نسال بس. حاضر. نجاوبك يا اختنا دي، ربنا يشفيه ويعافيه. معانا اختنا ام محمد من الجزائر، السلام عليكم. ام محمد من الجزائر، اهلا وسهلا، اتفضلي. عندي الوالد بتاعي عنده ضغط رئوي. ضغط رئوي. ايوه. واعطى له الدكتور علاج دائم يعني. نعم. انا اريد ان توضح فقط الحاله يعني، وما هو الريجيم الذي يمكن ان يتبعه في مع هذا الدواء. حاضر. وعندي سؤال ثاني، انا مريضه من الاذن الداخليه. نعم.
مش من دور الأذن الداخلية، دائرة عملية على الأذن لأن وجدوا فيها الدكاترة كالكير الفرنسية. والآن أنا عندي ديوار، كل ما أريد أمشي أشعر أني أريد أن أسقط يعني. وسلم على سلمنا على كل المشايخ بتوعنا على رأسهم محمد حسان إن شاء الله. نبلغ المشايخ. حاضر. معنا أختنا أم هشام من البحيرة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا دكتور؟ الحمد لله رب العالمين. الله فيك ونفع الله بكم. الله يرضى عنك ويكرمك. الله يكرمك يا رب. ولو سمحت يا دكتور لي سؤال عندك الله يخليك. عندي جارتي ما بتنامش خالص. نعم. تعبانة يعني، عملوا لها حجامة وعملوا لها جلسات يعني، ومشت مع مخ وأعصاب ورقية شرعية. أعمل لها إيه؟ حاضر. تعبانة جدا يعني، هي دلوقتي بتقعد 20 يوم 25 15 ممكن ما تنامش، ممكن تنام بقى بعد ما يقرأ لها الرقية الشرعية كده. من لها ايه؟ حاضر. ام احمد معنا، اختنا ام احمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا دكتور، انا عندي والدتي بيطلع في، هي عندها السكر، بيطلع في جسمها بقع حمرا كده، وبعدين تبقى سمرة وتعمل يعني زي ميه كده، وساعات البقع تبقى حمرا زي ما هي، ودلوقتي انتشرت في جسمها كلها. يعني عايزين حضرتك تقول لنا على حاجه يعني تشوفها يعني تهتم بيها او دهانة او اي حاجه من الحاجات دي. حاضر يا اخت، ربنا يشفيها ويعافيها. طيب احنا الاسئله طبعا جريت واحنا لسه ما خلصناش المقدمه، فنبدا بسرعه. نقول النصيحه اللي نصحها لنا او نصحها اخويا المهندس مدحت، قال ايه؟ يا ريت اللي عايز يعمل اضراب هنعمل زي موحد، يعني قميص وليكن لونه يعني ظاهر زي اللون البرتقالي، يلبسوه كل اللي عاملين اضراب ويأدوا عملهم، الناس تشوف. ممكن نكتب على ظهر القميص اضراب او مضرب، بس يؤدي عمله وينتج، وفي نفس الوقت المسؤولين يتحركوا ما يشوفوا هذا القميص اللي الإنسان ارتضاه تعبيرا عن غضبه. نقول هنا ما ياخدش وزر انه منع خدمة ممكن تؤدى الواحد، يعني لو طبيب وامتنع قال انا مضرب انا مش عاجبني الظروف العمل عندي، طب ما فيه مريض جاي بينزف او مريض جاي مكسور او حادث، ما ينفعش نضرب. لا، هنا ابدي استياء ان انا يعني لا بأس ان اعبر، بس هذه المهنة ناخدها كمهنة فيها رسالة، وكل المهن فيها رسالة، لأن كل واحد لو استشعر أنه بيخدم من كان في السقاية فهو في السقاية، ومن كان في يعني كأننا جيش، والجيش ده محتاج كل واحد، محتاج اللي بيأكل الدواب اللي هتطلع في الحرب يعني زي زمان، محتاج الميكانيكي اللي بيعمل العربية، محتاج السائق، محتاج اللي بيصنع طلقة الرصاص، الجيش محتاج كل الناس تتكاتف. فاحنا بنقول الآن محتاجين القدم في القدم والكتف في الكتف، مش في الصلاة بس، لا برا الصلاة. يمكن بنقول يعني عتاب ورجاء. عتاب انه حتى الآن منع المنتقبات من دخول أندية الشرطة وفنادق الشرطة والجيش ممنوع. يعني ممنوع ايه؟ يقولك لا منتقبات لا، مع ان في ضابطات أمن من الجيش والشرطة تستطيع تحقيق الشخصية. فياريت بنوجه وإحنا في هذا، وإحنا بقى في وجه يعني بنقول مرحلة مصالحة، نسمح للمنتقبات، هم دول إخواتنا وبناتنا وزوجاتنا، هم دول اللي مفروض لو بنتها بتتجوز وعاملين الفرح في نادي من أندية الجيش أو الشرطة محتاجة تطلع تفرح ببنتها، ليه نمنعها ونقول لا أنت لابسة نقاب؟ ياريت نفكر جديا ان خلاص بقينا في واقع محتاج للتغيير على جميع الأصعدة. يعني ده نداء للمسؤولين عن الأندية والفنادق، لا اسمحوا لأخواتنا وبناتنا من دخول الفنادق. موضوع الحلقة هو وصايا لزيادة حرق الدهون. كثير من الأخوات تقول والله ما باكلش كتير، وده حقيقة، والهرمونات عندي منتظمة وما بخسش، عايزة وسائل تخليني أفقد هذه الدهون اللي تكونت عبر سنوات متراكمة من الأكل بطرق خطأ. أعمل إيه؟ بنقول أول هذه الوصايا وريت نكتب عمل تمرينات منتظمة. التمرينات اللي تخلي الواحد يفقد دهون مش تمرينات يعني مجهدة أو لا، تمرينات بسيطة جدا ولكن مدتها ما تقلش عن نص ساعة.
نص ساعة ممكن ماشي على مشاية، ممكن ماشي في البيت أضبط ساعة وأفضل أمشي، ممكن أعمل تمرين خفيف قوي تحريك الإيدين، أجيب إزازة ماء صغيرة وأبدأ أعمل بيها تمرين لأمام وخلف ورفع وشد. هذه التمرينات مفيدة جدا ومفيدة للغاية. يبقى عمل تمرينات منتظمة لا يقل زمن التمرين عن نصف ساعة في اليوم، ده أول حاجة تخلي الدهون تحترق أكثر. نمرة اتنين النوم، ودي بوجهها لكل الإخوة والأخوات، أخذ قسط كافي من النوم. كتير من الناس يجهد نفسهم في أعمال شاقة، العمل الدؤوب والشغل، ويجي الإنسان حسب جهده وسنه محتاج ساعات نوم. يعني نقول أقل ساعات نوم ممكن تبقى مسموحة الإنسان بالغ هي 6 ساعات أقل، طبعا نقول 8 ده المتوسط، ولكن بعض الإخوة يقول له والله أنا بنام 2 3 ساعات والباقي بقى إيه بكملهم وأنا في الشغل. أقول له ما ينفعش، لابد من أخذ قسط من النوم، ونوم الليل يختلف عن نوم النهار. يعني بعض الأخوات تقول أنا بقعد جوزي بيرجع من شغل متأخر لازم أتعشى معاه 1 ساعة ونقعد شوية مش عارف الوقت بنام وتصحى بدري عشان الولاد هيروحوا المدرسة. هذا الكلام ما ينفعش، ولذلك تشتكي إن في دهون في الجسم طبعا لأن قسط النوم مش كافي. نمرة 3 شرب الماء بوفرة، اللي عايز يخس يشرب ماء كتير. ليه؟ لأن المية بتساعد في عملية التمثيل الغذائي للنشويات والدهون، لكن الإنسان المقل في شربه للمياه ده بنلاقيه الدهون عنده بتتراكم في الجسم. رابع نصيحة وهي أكل وجبات صغيرة يعني متكررة، نقول لو 5 وجبات صغيرين، بلاش أكل الوجبة الدسمة الكبيرة. ليه؟ إن الإنسان مجرد ما يشبع بيبعت إشارة المعدة للمخ، لا ده في بقى عندنا مخزون زيادة، ابدأ خزن ابدأ خزن، يروح المخ مد إشارة للخلايا الدهنية يقول يلا بقى عايزين نخزن تحت الجلد وفي المناطق اللي ما فيش فيها حركة. يعني لو الواحد ما بيتحركش وقاعد طول الوقت يقول لك يلا خزن لنا في الكرش شوي، واحد قاعد أو قاعدة على مكنة أو قاعدة طول الوقت يلا في الرجلين والأرداف وعايزين الدهون تزداد، طبعا لعدم الحركة نقول لا، لابد، وده هنا الكلام الأصل، إن الوجبات تكون قليلة. وزي كلام سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال بحسب ابن آدم لقيمات يقمن بها صلب، لقيمات يعني مش يأكل إيه حلات، مش صينيات، مش رصة عيشات، لا ده اتكلم عن لقيمات يقمن بها صلب، يفرد بها ظهره بس حاجة كده، ولا بأس ما يجوع ياخد كمان لقيمات، يبقى مبقاش كده. شرب الشاي الأخضر، شرب الشاي الأخضر في غاية الأهمية، إنه من أفضل الأعشاب الصحية اللي بتساعد على حرق الدهون. أغلبنا نهمل هذا الشاي، والشاي ده ليه فوائد عظيمة جدا كمضاد للأكسدة، ولكنه له دور فاعل، دور قوي جدا على زيادة عملية البناء أو بنسميها عملية التمثيل الغذائي، عملية حرق الدهون في جسم الإنسان. لو هنلخص الخمسة بسرعة هنقول تمرينات منتظمة خفيفة ما تقلش عن نص ساعة في اليوم، قسط كافي من النوم ليلا مش نهارا، نهارا ممكن تاخد قيلولة زي ما كان سيدنا النبي بيفعل نصف ساعة وخلاص ساعة، لكن ما تقعدش طول النهار نايم وتيجي بالليل طول الليل سهران غلط. شرب الماء بوفرة، أكل الوجبات الصغيرة المنتظمة نقول 5 وجبات صغيرين بدل 3، وشرب الشاي الأخضر. ونرجع لاتصالاتكم، ومعانا اتصال. السلام عليكم، معانا أختنا أم إيمان، إيمان من السعودية. أيوة تفضلي يا أختي. أنا حضرتك كان جات لي جلطة 2 مرات، مرة في منت الرجل ومرة في أعلى الفخذ فوق، وكنت خدت حقن في البطن وماريفان 5، وكنت باخد جسبرين 81، اتعالجت يعني من الحمد لله، ودلوقتي مستمرة على جسبرين اللي هو 81. كنت باخد قرصين في اليوم وبعدين دلوقتي باخد قرص واحد. هل كنت بتاخدي قراص مناع حمل؟ كنت خدتها مرة واحدة، أنا أصلا كنت حملت يعني 9 مرات وكل مرة الجنين بيتوفى في البطن. بس خدت منع الحمل مرة واحدة بعد رابع حمل تقريبا أو 5 حمل، وبعد كده الدكتور منعني منه عشان الجلطات.
بس دلوقتي بقى الحمد لله تعالجت منها الحمد لله وبمشي كويس دلوقتي وخلاص. بس احيانا بلاقي ورم في رجلي، بلاقي الم عند الركبه كده او في اعلى الفخذ، واحيانا باجي بتفس دم. كان قبل كده الدكتور قال لي حللي سيوله وطلع فعلا كانت سيوله زايده من ماريفان، وقال لي بطل الماريفان وخدي جسورين اللي هو 81 قرص في اليوم. بس فانا كنت بس حضرتك لو في اعشاب او حاجه تساعد على سيوله الدم او عدم تكون الجلطه مره تانية او عدم الورم اللي بيجي في لما بقف مثلا في المطبخ او حاجه او بمشي كتير بحس ان في ورم فيها الم. حاضر اقول لك حاضر، ربنا يشفيكم. اختنا ام اسراء، السلام عليكم. وعليكم السلام، ازيك يا دكتور؟ الحمد لله رب العالمين، ربنا يديك الصحه. الله يبارك فيك. التهاب الشبك التلوين يا دكتور، في علاج ليه ولا ما فيش؟ حاضر. والوقت اتطور بقى جلوكوما. حاضر، الله يشفيك ويعافيك يا ام اسراء. الله يبارك فيك يا دكتور، وعايزه نمره تليفون حضرتك او العنوان بتاع العياده. طب التليفون هديهولك الاستاذ عبد الكريم. اختنا ام جيهان من القاهره، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. لو سمحت يا دكتور اتفضلي. انا عايزه علاج للاورام اللي فيها، بنت عندها اورام اللي فيها كثيره. دكتور يقول لي يعني ما تزال الا بالجراحه. يعني هل في علاج بالاعشاب؟ حاضر، الله يشفيها ويعافيها يا رب. طيب هنبدأ بالأسئلة. كان أخونا الأستاذ سعيد من اسكندرية بيقول عايز دكتور عيون كويس. دكاترة العيون بنقول يعني 99.9% كويسين، ولكن لو هو عايز حد من اللي بيترددوا على قناة الرحمة فبيتصل على التليفون ويدوروا تليفون الدكاترة اللي بيجوا في عيادة الرحمة. أخونا سعد من الفيوم بيقول عندي دوالي في الساقين، هل الحجامة مفيدة بالنسبة لهم؟ أقول له نعم، ولكن حتة ولكن دي مهمة جدا، ولكن لابد من أخذ بعض الأسباب الأخرى. الحجامة نعم جزء من العلاج ولكن ليست كل العلاج. أهم شيء في العلاج إيه؟ إن نعمل تمرينات تقوية لعضلات الساقين والفخذين. لأن مفهوم يعني إيه دوالي يا أستاذ سعد، والكلام ده أنا بشرحه وشرحته قبل كده، بيحصل ضعف في عضلات جدران الأوعية الدموية، الأوردة السطحية اللي احنا بنشوفها اللونها أزرق، العضلات السطحية اللي فيها ضعفت، العضلات اللي بتخلي الدم يدفع في العكس بقى من أسفل لأعلى ضعفت، فتبدأ تنتفخ وتمتلئ بالدم مع الوقوف. علشان نعالجها لابد ان احنا نقوي عضلات الفخذ والسمانة تقوية كويسة جدا، يعني ده دور العلاج الطبيعي. نمرة اتنين، يعني لو طبيعة عملي بتستلزم الوقوف والجلوس لفترات طويلة، يبقى كل ما ارتاح لابد ان ارفع رجلي على حاجة عالية علشان تأثير الجاذبية الأرضية. نمرة ثلاثة وده مهم، لبس شراب الدوالي. بعض الحالات نلاقي فيه إهمال في لبس شراب الدوالي فيحصل بالتالي مضاعفات في الأوردة العميقة. نمرة أربعة، دهان خل التفاح قبل النوم، والحجامة تأتي في المرتبة الخامسة. ونقول لابد من اخذ بجميع الاسباب، مش سبق يعني ما نقولش علاج واحد لكل حاجه، لا هو علاج جزء من منظومه علاجيه. اخونا ابو عبد العزيز من القليوبيه عنده الولدين عندهم نوبات صرع غريبه وعجيبه زي ما قال بلفظه. انا قلت له المره اللي فاتت يعمل توليفه، مش توليفه يعني عباره عن مشروب بنحط فيه الشمر اليانسون والكراويه والنعناع والبابونج بنسب متساويه، نخلطهم بدون طحن، ناخد ملعقه على كوب ماء على نار هاديه تتغلي وتتشرب متحليه بالعسل. قلت لاخونا نقلل من السكريات في الاكل، والسكريات يعني السكر، يعني ما اقولش لا الفاكهه ما ياكلهاش عشان فيها سكر، لا ده سكر غير السكر التاني اسمه سكروز وده اسمه فركتوز، لا الفركتوز ما يخوفش اللي هو سكر الفاكهه. نمره اتنين، نبعد عن المواد الحافظة ومكسبات الطعم، يعني بلاش شرب الحاجة الساقعة، بلاش الحاجات الشيبسي والحاجات اللي في الاكياس، لا ياريت نعمل الحاجات دي في البيت عصائر طبيعية وبلاش نحط عليها سكر. نعمل لهم احنا البطاطس الشيبسي في البيت وياكلوها، بلاش الحاجة اللي موجود عليها مواد حافظة، لان المواد الحافظة بتزود كهربة المخ هي والسكريات. طيب ممكن نعمل حجامة ليهم؟ ممكن الحجامة بتأثر وبتقلل. هو سأل سؤال وجيه جدا بيقول هل زيت الحبة السوداء اللي هو زيت حبة البركة
مع الزيت الحار اللي هو زيت بذر الكتان، هل بيحصل له تزنخ؟ نقول نعم، كل الزيوت لو أهملت تتزنخ. طب بيقول إيه الأسباب اللي تؤدي لتزنخ الزيوت؟ أول سبب نقول طرق الحفظ، الضوء لو تعرضت الزيوت للضوء تزنخ، يعني أي زيت لو تساب أشعة لأشعة الشمس تزنخ. الزجاج لازم يبقى معتم، لذلك لما نيجي نشوف أزايز الزيت اللي بتتباع زيت الزيتون اللي بتيجي مستوردة نلاقيها مخدرة، الإزاز أخضر ومعتم بتمنع التزنخ. نمرة اتنين، أما نيجي ناخد من الزجاجة ما نسيبهاش متعرضة للهواء، لابد إن التزنخ هي عملية هواء ورطوبة بتوصل لمحتوى الزجاج. نمرة تلاتة، الملعقة المستخدمة تبقاش مبلولة، يعني دي وما تبقاش معلقة غير نظيفة، ان برضو عدم نظافة المعلقة يبقى فيها بكتيريا، البكتيريا ممكن او فطريات تصيب بتزنخ الزيوت، يبقى لابد احفظها في مكان مناسب بعيد عن الحرارة والضوء. الملعقة او الشيء ما تبقاش مفتوحة ومعرضة للهواء، ونظافة الملعقة لو انا هاخد منها دي بالتالي تمنع التزنخ. اخونا محمد من القاهرة بيقول عايز علاج لكثرة النوم. اولا علاج كثرة النوم الاول ده ممكن يكون عرض لمرض، ممكن لو في الغدة الدرقية فيها مشكلة نجد فعلا الناس تنام كتير. طب ممكن يكون الكبد فيه مشكلة يخلي الناس كتير، لو المرارة فيها حصاوة ممكن تنام الناس، يعني في عدة اسباب. ابحث في الاسباب العضوية، وجدنا الاسباب دي مش يعني مش كتيرة مش موجودة، في بعض الاسباب حتى نقول اسباب بسيطة تؤدي لكثرة النوم. زي ايه؟ ان بنقول ارتخاء في اللهاء في الحلق، بيحصل ارتخاء في سقف الحلق ممكن يسد فتحة التنفس يخلي كمية الاكسجين اللي انا بتنفسها قليلة، وانا بتنفس لا الهواء اللي داخل مش كفاية، فالهواء اللي واصل للمخ مش كفاية خليني يصيبني بالنعاس، فده ممكن كثرة النوم. الزيادة المفرطة في الوزن بتصيب الناس بالنوم. بنقول كل دي اسباب. طب العلاج ايه؟ اولا نعالج السبب، لو ما لقيناش أي واحدة من الأسباب هذه نقول المداومة على التمرينات العلاجية اللي هي تمرينات رياضية ألا تقل عن نصف ساعة في اليوم، بفضل الله الواحد وزنه بيبقى كويس وفي نفس الوقت نومه منتظم. نمرة اتنين، عمل الحجامة. نمرة تلاتة، إن الفحص الجيوب الأنفية والارتخاء اللحاء ده لحسن ده بيبقى مشكلة أحيانا تخلي الواحد وقاعد في اجتماع في مجلس في فجأة يروح نايم وسط الناس، الناس وهي قاعدة حواليه يروح واقع نايم، ده ليه؟ نتيجة ان الاكسجين مستواه نزل فجأة والواحد يحس بالنعاس عايز يريح جسمه علشان يستمد بعض الطاقة. فبنقول كل هذه الاسباب ولكن اهمها عمل تمرينات علاجية. نمرة اتنين علاج الاسباب. نمرة تلاتة عمل الحجامة. ام عبد الرحمن من القليوبية بتقول عندي جرثومة حلزونية بتاعت المعدة من 10 سنين، فتق في الحجاب الحاجز، التهاب في المرارة، والدكتور اللي بيتعالج عنه قال لا الحجامة ما بتعالجش الكلام ده، ده بتسكن الوجع فقط. طبعا أنا أؤيد هذا الكلام، كلام صحيح 100%، ولكن اللي عنده التهاب في المرارة بنقول البعد عن الدهون، نبعد عن المقلي والمحمر، نبعد عن الدسم، نبعد عن الجبنة الرومي والفلامنج، نبعد عن المسبكات، كمية السمنة أو الزيت اللي موجودة في الرز، نبعد عن اللية والناس اللي بتشوي طرب، نبعد عن الكلام ده كله لو في عندنا إيه؟ في مشكلة في المرارة. طيب الحجاب الحاجز وفاتقه نقول ممنوع الوجبات الدسمة وممنوع النوم بعد الأكل مباشرة. ليه؟ الواحد لو واكل وجبة دسمة أو فيها حلويات أو فيها زيوت أو شبعان قوي ويجي ينام ما في فتق في الحجاب الحاجز، يعني إيه؟ يعني قلنا المضيق الفتحة اللي بتسمح للأكل من المرور من المريء للمعدة بتبقى فتحة مهوية، يجي الواحد ينام يحس بإيه؟ نار طالعة على صدره وهي الأحماض اللي موجودة في المعدة. نقول لا خلينا جالسين ما ننامش مباشرة بعديها. آخر حاجة رسومة المعدة بنقول في علاج في المؤتمر الطب النبوي اللي عقد من عامين في المملكة العربية السعودية، كان في بحث طريف جميل بيقول استخدام الخل، خل التفاح
مع التمر لعلاج جرثومة المعدة. البحث موجود على الموقع عندي بالكامل. نقول لو ناخد تمر منقوع اللي هو البلح يعني منقوع في خل ويتاكل بفضل الله بيضيع جرثومة المعدة. هناخد اتصال اختنا سلمى من القاهرة. سلام عليكم. وعليكم السلام يا دكتور. اتفضلي. يا دكتور انا عندي حبوب كتير بتظهر في البشرة وبيبقى في سواد كتير تحت العين ومش بعرف اعالجهم يعني. كل ما احط الحبوب كريم بتختفي اثناء بحط الكريم وبعد كده لما ما بحطش منه تاني فبترجع تاني وبتزيد. حاضر اجاوبك ان شاء الله يا سلمى. شفاك الله وعافاك. أم رائد من القاهرة. رائد محمد من القاهرة. سلام عليكم. سلام عليكم يا دكتور. سلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أستاذ رائد. ازيك يا دكتور؟ ازي حضرتك؟ الحمد لله رب العالمين. ربنا يبارك لنا في حضرتك يا رب ويجعلك دايما خدمة المسلمين يا رب. اتفضل يا سيادة الرائد. حضرتك عندي انزلاق غضروفي في الفقرة الرابعة والخامسة. أيوة. العلاج إيه بالأعشاب بعد إذن حضرتك؟ وبعدين انا كشفت عند دكاتره وكده فكتير جدا يقول لي لازم عمليه. فلو نقدر نتفادى الحكايه دي بعد العمليه ممكن؟ ممكن طبعا. هجاوبك. حاضر يا سياده الرائد. حاضر. طيب جزاك الله خير. بارك الله فيك ويحفظك ربنا. جزاك الله عنا خير. الله يبارك فيك ويكرمك. الاخ محمد من القاهره. سلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. ازاي حضرتك يا دكتور امير؟ الحمد لله رب العالمين. كل سنه وحضرتك طيب وكل الامه الاسلاميه والعربيه بخير يا رب. اللهم امين. وربنا يا رب مع اخواتنا في سوريا يا رب ويصلح لهم حالهم يا رب ويقضي على الطاغيه بشار الكلب دوت يعني. ربنا وبرما ما ننساش برما يا اخويا. الله يكرمك يورينا في اعز قدراته يا رب. الله يكرمك وادعي برضو لاخواتك في برما. الله يبارك لك. ربنا ينصر المسلمين جميعا في جميع انحاء الارض يا رب. اللهم امين. اللهم امين يا رب العالمين. وربنا يا دكتور يجزي حضرتك خير عن اللي انت بتعمله مع الأمة الإسلامية والعربية. الله يبارك فيك ويجعله في ميزان حسناتك يوم القيامة إن شاء الله. اللهم أمين. اللهم أمين. والله يا دكتور كان عندي استفسار بسيط بس بعد إذن حضرتك. أيوة. أنا جدتي عندها 73 سنة ما شاء الله ويا دكتور عندها القلب والضغط والسكر ما شاء الله ومريضة وبتتألم جدا من المرارة. المرارة تعبها جدا 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 ورحنا لدكاترة كتير قوي ورحنا لدكاترة استشاريين كبار في مستشفيات كبيرة في مصر وقالوا ان العمليه استحاله تتعمل لان قلبها وسنها ما يستحملش التخدير والكلام دوت. نعم خير انها ما تعملهاش. هنقول لك على حاجه ان شاء الله تفيدها باذن الله تعالى. هو انا يا دكتور كنت عاوز استسمع حضرتك في وصفه. انا كنت قبل كده بتابع حضرتك. ايوه. وكنت حضرتك وصفت تقريبا زوجه صديقك تقريبا. ايوه. ان هي كانت برضو مريضه بالمراره وكده وحضرتك اديتها وصفه وطبعا على ايد ربنا سبحانه وتعالى تم الشفاء يعني. فانا بس يا دكتور ما شاء الله عليك. الحاله صعبه جدا جدا وكلنا والله متضايقين عشانها جدا. فانا يعني املي في ربنا وفي حضرتك انك تديني وصفه فيك. كويسه. حاضر ان شاء الله. ان هي تاخدها تبقى بخير ان شاء الله. واستاذن حضرتك بس في حاجه يا دكتور بس ارجو من الاخوه اخواتي في الكنترول ما يقطعوش الخط. انا عايز رقم حضرتك للحالات المستعصيه بس يعني مش هزعج حضرتك واكلمك باستمرار غير في الحالات المستعصيه بس. حاضر. حاضر. ولك الاجر والثواب عند ربنا. الله يبارك فيك. معانا مكالمه ثانيه من القاهره. اخونا ابو احمد. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته ابو احمد. انا يا دكتور ازاي معاك؟ الله يبارك فيك ويرضى عنك. انا عايز علاج للتعلبه خلف الراس في الجزء الاسفل من الراس. هل في علاج؟ طبعا في. واحنا بس نقول حاجه يا ابو احمد ان ربنا سبحانه وتعالى علم نبينا نقول ما جعل الله من داء الا وله دواء. خلاص. نعم. فاحنا نوصف ونسال ربنا ان مشيئته تجري. لو جرت مشيئه ربنا هنشفى. ونعم بالله. الله يبارك فيك. حاضر يا. طيب احنا يمكن بنستكمل بقى كلام اختنا ام عبد الرحمن لما بتقول ايه التهاب المراره. هنقول التهاب المراره ليك يا ام عبد الرحمن الوصفه اللي هنقولها لاخونا الاستاذ محمد من القاهره. يعني برضو ما تنشغليش الان واحفظيها هنقولها مع بعض لما يجي دور الاستاذ محمد. اختنا ناديه من القليوبيه الله يجزيها خير ويبارك لها في زوجها. يعني جابت ثلاث اسئله ما اهتمتش بنفسها اهتمامها بزوجها ويا رب يبارك في كل زوجة بتهتم بزوجها هذا الاهتمام ويبارك في كل زوج يهتم بزوجته. ليه؟ هو ده اللي احنا بنبحث عنه. والله لو عندنا أسر متماسكة متلاحمة هيبقى عندنا مجتمع قوي. لكن لو الأسرة كل واحد في وادي وكله يهتم بنفسي خلاص
هنقول يعني المجتمع هيعيش في تفكك، ولكن نرى الخير والله في هذه الأمة كما وعد النبي صلى الله عليه وسلم. بتقول الزوج عنده حموضة في المعدة كتيرة وسوء هضم، وعنده صباعه من صابع ايده فيها خدلان في ايده وما بينفعش العلاج. طبعا ناخد الجزء الاول اللي هو الحموضة وسوء الهضم. بنقول اولا له نظام غذائي يا اخت نادية، يعني اللي عنده حموضة مفروض ما ياكلش حاجات مقلية، ما ياكلش حاجات محمرة، وانت طالما مهتمة بيه ياريت تعملي له الاكل اللي يتناسب مع حالته. هو يهتم بشوية شوربة، شوربة خضار، ممكن حتى شوربة الخضار تسهليها عليه، ان بعد ما شوربة الخضار تتعمل تنزليها تبرد شوية وتضربيها في الخلاط تبقى اسهل حتى في الهضم على المعدة عنده. ابعدي تماما على المواد الحريفة، فلفل الاسود والشطة والبهارات بلاش، لان معدته فيها التهاب ما ينفعش ان هو ياخد حاجات مش هتشطة. نمرة ثلاثة، نبعد عن الاكل الساخن جدا، يعني لازم الاكل مبرده. بعض الاخوة والاخوات لو شرب شاي لازم يشربه مولع، ولو اكل اكل لازم انار نازل من على البوتاجاز. لا، بالنسبة اللي عنده اي التهابات او حموضة في المعدة الاكل لابد تبقى درجة حرارته فترة ما تبقاش مرتفع. بالنسبة لنوعية الاكل بلاش المسبك، لازم تديله اكل نايف ني او مسلوق. ممكن ياخد الصبر، ياخد قطعة في حجم الحمصة على كوباية مية على الريق يوميا لمدة اسبوع. بعض الناس يسألوا طب لو ما تحسنتش بعد اسبوع استمر؟ نقول استمر 3 ايام ونشوف، اتحسنت والالم راح وخلاص اتوقف على الاقل اسبوع عشان الجسم ما يعتادش حتى على الاعشاب. ان بعض الاخوه يقول لك لا انا ماشي بالاعشاب على طول، عايز اشرب كوبايه اعشاب مش عارف، لا الكلام ده ما ينفعش. ما تعودش جسمك على شيء، ربنا خلق جسمك، خلق هذا الجسد حر، فلا تضع عبد حتى لأعشاب الجسم، لا حرر نفسك من الأعشاب، ما تستعبدش جسمك لحاجة لغير الله عز وجل. بنقول طب الصباع اللي فيه خدلان لابد من عمل أشعة على الرقبة. ليه الأشعة على الرقبة؟ عشان نشوف هل يوجد فيه ضغط على العصب اللي بيغذي الصباع ده ولا لا. طب لو طلع فيه ضغط على العصب نعمل إيه؟ نعالج السبب مش نعالج العرض. نعالج السبب اللي هو فين؟ في العنق، وهنا يبرز دور العلاج الطبيعي. العلاج الطبيعي من ايه؟ تمرينات تقوية، حجامة، موجات فوق صوتية، موجات أشعة تحت الحمراء، موجات متداخلة، الليزر، كل ده ممكن يعالج هذه الحالة مع بعض التمرينات عشان ما يحصلش فيه خدلان في الصباع. أختنا أم محمد من الجزائر، وربنا يبارك في شعب الجزائر، يعني هذا الشعب الذي يعني في زياراتي لي والله أحببت هذا الشعب لحبه لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. الجميل في الجزائر صلاة الفجر زي صلاة الجمعة في أي بلد من البلاد العربية، المساجد مليانة بالشباب. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرد المسلمين إلى دينه ردا جميلا. فبنقول يعني تحية من مصر لإخواننا وحبايبنا وأهلنا في الجزائر، برغم يعني نقول الناس اللي عايزة تعمل كده فرقة عشان كورة وكلام فاضي زمان، نقول لا، سنظل كالبنيان المرصوص يشد بعضنا بعضا، إخوات متحابين. الوالد أمنا أم محمد بتقول الوالد عنده ضغط رئوي، هل وليه علاج؟ الدكتور بيقول له ده علاج دائم. فبتقول لي إيه النظام الغذائي اللي ممكن يتبعه الوالد؟ نقول لها اللهم اشفيه وعافيه. لابد للوالد أن يبعد عن الملح والكافيين والنيكوتين. النيكوتين يعني التدخين سواء سلبي أو إيجابي، ما يقعدش جنب مدخن وما يدخنش هو، لو هو مدخن يقلع ويتوب إلى الله عز وجل. أما بالنسبة للملح فيمنع الأكل الملح اللي فيه كلوريد الصوديوم، الصوديوم الزيادة بيزود هذا. نمرة ثلاثة، وده من الأشياء الجميلة في الأكل، أنه يأكل، ويمكن يمكن أغلب أكل إخواننا في يعني الجزائر العاصمة أو في تيزي وزو أو في وهران أو برج بعريرج، الأماكن دي أكلهم صحي جدا. ليه بقى؟ إن في الصيف شفت هما بيعملوا الشعير، وده ياريت الوالد يداوم عليه اللي هو التلبينة. ويمكن شفت في مناطق أخرى من الجزائر زي عنابة إزاي اهتمامهم بالتمر والتين والزبيب، ودول من المأكولات النبوية. لو نقعنا التمر، نقيع التمر، نقيع التين، نقيع الزبيب، هيفيد جدا الوالد بإذن الله تعالى. أختنا أم محمد بتقول أنا مريضة، عندي التهاب في الأذن الداخلية
وبيجي لي دوار. طبعا ده لازم يحصل لان في عندنا الاغشيه الغضاريف الهلاليه المتعامدين على بعض دول بيأدوا لمشكله التوازن. لو انا مش قادر لو فيهم التهاب ما بقاش قادر اظبط نفسي اعمل ايه؟ نمره واحد ده بنقول علاج طبيعي، بعمل موجات فوق صوتيه تحت الاذن وخلفها عشان الالتهاب، ممكن اعمل الحجامه خلف الاذنين. طب نمره اتنين تمرين المرجيح، ده بيسموه تمرين إعادة التوازن أو الإكوليبريم. يرجع إزاي؟ بنقعد في مرجحة، ولو ما فيش مرجحة يعني المسألة صعبة، بنجيب كرسي من الكراسي اللي هي الهزاز، يقعد فيها المريض ويبدأ يتمرجح للأمام والخلف لمدة 5 دقايق وهو فاتح عينه، وبعدين وهو مغمض عينه، وبعدين للجنب يقعد في المرجحة للجنب، وبعدين يبدأ يتقلب في المرجحة يمين شمال زي مرجحة الملاهي. الكلام ده كله ممكن بحتة مرجحة بسيطة، مرجحة جنينة، مرجحة بيت، بفضل الله عز وجل بيعيد التوازن تاني للجهاز الأذن. أختنا أم هشام من البحيرة بتقول طب يا ريت ندعي مع بعض لأم هشام إنها اهتمت بجارتها، يا ريت كل جارة تهتم بجارتها، وهو ده اللي احنا عايزينه، بناء أمة متلاحمة. الجار كما وصى النبي صلى الله عليه وسلم حق الجار، ووصى على سابع جار، ووصى انه ده جبريل النبي عليه الصلاه والسلام يقول لا زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت انه فيورثه. طب اذا كان هذا هي وصيه النبي فبنقول يا ام هشام ربنا سبحانه وتعالى يكتب لك اجر المحسنين لانك بتحسني لجارتك. الجاره ما بتنامش مطلقا، اما يقروا عليها القران تبدا تنام. انا اقول لك حاجه ودي طريقه بقولها لكل اللي عنده ارق، إذا شعرت بالأرق، أي واحد يشعر إن عنده أرق ودي طريقة سهلة وبسيطة، يقوم يتوضأ لله عز وجل ويجلس على المصحف ويقول أنا هقرأ النهاردة 3 أجزاء، ما كاد هيبدأ في أول صفحة 2 هيغلبه النوم والنعاس وهينام. ليه؟ إن إبليس مش هيتركه، هيبدأ ينعسه. إن يتركه إزاي؟ يقرأ 3 أجزاء. لو عايزين حاجة بقى طبية، الحمام الدافئ، حد يقول حتى لو الدنيا حر، حتى لو الجو حر، حمام دافئ، ويا ريت لو نستخدم فيه الليفه بحيث نحك الجلد عشان يحصل فيه فتح للمسام، تنفس للجلد. ونمره 3 وده من الاشياء الجميله جدا، شرب الحليب اللي وصى به الرسول صلى الله عليه وسلم. في عشب مهدئ للنوم، نعم، اسمه عشبه القديس، بناخد نصف ملعقه على كوب ماء مغلي، مش دافئ، مغلي، ويترك حتى يدفأ ثم يشرب قبل النوم بنصف ساعة ينيمها بإذن الله تعالى. أم أحمد بتقول الوالدة عندها سكر، وهنا ده بقى مربط الفرس، عندها سكر بيجي لها حبوب بتعمل بقع حمراء، وبعدين البقع الحمراء تسود أو يجي لها كذا. هو المشكلة في إيه يا أم أحمد؟ إن الوالدة سكرها غير منضبط. العلاج الأساسي هو ضبط السكر، نظام غذائي جيد، عدم النرفزة والغضب. ونرجع نستشعر كلام سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، يا ريت كل لما نسمع اسم النبي عليه الصلاة والسلام نصلي صلوا عليه عشان يرد عليكم السلام صلى الله عليه وسلم. فبنقول سيدنا النبي كان بيقول لا تغضب، لأن الهرمونات الاستريس والضغط النفسي بترفع السكر. نقول لابد ان احنا نمتنع عن الغضب. نمرة 2 وده من الأشياء الطيبة الجيدة، ناخد حاجات من المخفضة الطبيعية، بصلة مشوية بتنزل السكر، مغلي ورق التوت بينزل السكر، مغلي ورق الشعير بينزل السكر، مغلي الحلبة، الحلبة الحصى، الترمس. وبعض الإخوة يقول بلاش توصل للناس الترمس، إن ما عادش الترمس المصري. فبنقول لا، يا ريت نوصي إخواننا المزارعين الآن ابدأوا زراعوا الترمس المصري، بلاش نعتمد على الترمس المستورد اللي جاي ويقولوا طعمه وفي كيماوي وسيء، خلاص بلاش الترمس اللي يمضي لغايه لما نجيب الترمس الجيد. نقول القرفه بالليمون بتنزل السكر، تمرينات خفيفه النصف ساعه بتنزل السكر، تمرينات تنفس بتنزل السكر، كل دي حاجات بتنزل السكر. بس بشرط ما اجيش بقى بعد ما اعمل كل هذه الاشياء اقول طب ما كل كحكايه، اكل نص صينيه كنافه، أو أكل قطايفتين، أو أكل أم علي، لا، الكلام ده كله هيرفع السكر وهيبوظ النظام الغذائي ويظهر الطفح بتاع الجلد. أختنا إيمان من السعودية جالها جلطتين، واحدة في السمانة والتانية في الفخذ، خدت علاجات مذيبات للجلطة وبفضل الله عز وجل شفاها الله، ولكن عندها مشكلة الآن، هي بتاخد الإسبرين 81 ملي
اسبرين 81 في اليوم تاخد قرص، وبتقول بيحصل عندي تورم واحيانا الم في مكان الجلطه. بنقول لها يا اختي اهم شيء يمنع حدوث الجلطه حاجتين: نمره واحد الحركه، وعدم الجلوس لفترات طويله بلا حراك. يعني اسوأ شيء يحصل لمرضى اللي عندهم جلطه ايه؟ ان هم يفضلوا قاعدين فتره طويله بدون ما يتحركوا. يعني زي اللي بيكون، خدي بالك وانت مسافر، انت بتتكلمي من السعوديه، لو السعوديه جايه مصر لا مش كتير انك تقعدي ساعه، لكن او ساعه ونص او ساعتين، لكن اكتر من كده ما ينفعش تسافري اوروبا، لانك لو قعدتي في الطياره فتره طويله مشكله كبيره. نمره اتنين الحركه بتساعد على عدم تجلط. نمره تلاته الاكل يكون بيحتوي على مذيبات ابسط الاشياء، حب الرشاد من الاشياء الجميله جدا، او اسمه الثفاء. الثفاء او حب الرشاد لو غليتي نصف ملعقه بالليل وشربتيها بفضل الله عز وجل مش هيحصل جلطات. وشرب الماء بوفره، اشربي ميه كتير باذن الله ما يحصلش جلطات ولا شيء. ام اسراء بتقول عندي التهاب شبكي تلوني، هل ليه علاج؟ بدا يتحول لجلوكوما. بنقول طبعا احنا بناخد العلاج الطبي اللي الاطباء العيون بيوصفوه، ولكن جنبا الى جنب يمكن عمل الحجامه على جوانب العين، بيقل ضغط العين وبيحصل تحسن في الرؤيه. اختنا ام جيهان من القاهره بتقول عايزه علاج للاورام اللي فيا الكتيره، عندها البنت عندها، وقالوا لها مش هتزول الا بالجراحه. نقول لها لا مفيش حاجه اسمها مش هتزول الا بالجراحه، ولكن الأورام اللي فيا ممكن نتعايش معها دون جراحة إذا كانت ما بتسببليش أو ما بتسببش للمرأة نزيف. إذا كانت بتسبب لها نزيف هنا نبدأ نبحث عن علاجات أخرى. طب إيه العلاجات المثلى؟ أولا أنظمة غذائية جيدة، عشان الأورام اللي فيا بتيجي غالبا غالبا نتائج الأكل اللي فيه يعني نقدر نقول الأجابات السريعة، والاكل الجنك اللي بيتاكل من الشارع اللي ما فيهوش لا فواكه ولا خضروات، وده بنشجع بناتنا واخواتنا نرجع ناكل اكلنا الجميل، نطبخ يعني. يا ريت كده كل واحده تتعلم تطبخ ازاي، بلاش الاكل الجاهز، وتتعلم الطهي الجيد، وتتعلم انها تستخدم الاكل، بلاش المعلب، يعني نبعد عن المعلبات اللي بياخدوها يحطوها في طبق ويسخنوها ويقول لك هو ده الاكل. لا، حاجة تقول لي دي علبة فاصوليا بقى لها سنة ونص محفوظة، يقول لك أصل تاريخ الصلاحية لسه عليها. سنة ونص مع مطبوخة فاصوليا في علبة وكلها بعد سنة ونص، الكلام ده يعني احنا مش طالعين رواد فضاء، طالعين الفضاء مش لاقيين أكل. لا، نجيب ونطبخ خضروات المتاحة والخضروات الموسمية، يعني بتاعت الموسم نطبخ. بنقول نمرة اتنين بنوصف لأختنا بتاخد البردقوش صباحا ومساء، نصف ملعقة على كوب مية صباحا وتحلى بالعسل، ونصف ملعقة على كوب ماء مساء. ممكن تاخد كمان عندنا كف مريم وهي من الزهور العلاجية لهذا الموضوع. لو في ناس في وقت الناس بناخد مغلي السواك أو مغلي قشر الرمان، أيهما متاح لينا؟ ودلوقتي موسم الرمان، يا ريت كل بيت هيجيب رمان بنقول احتفظوا بالقشر، طبعا نغسله كويس ونجففه ونشيله، علاج لكثير من الامراض اللي احنا بيستعصى الطب على علاجها، نقول ممكن شويه قشر رمان يعالجوها لنا. اختنا سلمى من القاهره بتقول حبوب كتيره في البشره، اما تستخدم كريم بتروح وترجع. نقول يا سلمى لابد من البعد عن الاكل الدسم. الاخوات اللي بيجي لهم حب شباب وبصور في الوجه مشكلتهم ايه؟ ان اكلهم اغلبه دسم، ولو ما عندهم ما بياكلوش دسم، هي بتاكلها كل يوم على الاقل شوكولاتايه او ايس كريم علبه كبيره، يعني علبه ايس كريم او تعمل شوكولاتايه تقول لك انا الشوكولاته دي بتعمل حبوب وفي الوجه. نظافه الوجه مهمه، ولذلك لو في بثور خفيفه لابد ان نعتني بالبشره ونظف، افتح المسام بتاعه الوجه، يبقى معايا ليفه صغيره ما تبقاش يعني خشنه زي اللي بنستخدمها للجلد، لا تبقى للوجه، ليفه مخصصه للوجه عشان افتح المسام بتاعه الجلد. وممكن اعمل حمام كريم للوجه، يا ريت نكتب مقاديره، ان ده من الحمامات اللي بوصي بيها حتى بناتي في البيت، اعملوا هذا الحمام في غايه الاهميه. ملعقه نشا
يا ريت نكتب كده زلال بيضة. زلال بيضة اللي هو بياض البيضة يعني مش مسلوقة، البياض البيضة وهي لسه زلال، مع معلقة نشا، مع معلقتين زبادي، معلقة لبن، معلقة عسل نحل، وندوبهم على بعض ونعملهم قناع للوجه تمنع البصور السوداء، الحبوب السوداء، تخلي البشرة ناعمة بفضل الله عز وجل. الرائد محمد بيقول انزلاق غضروفي الرابعة والخامسة، نقول له شفاك الله وعافاك. بيقولوا لي لازم عملية، نقول له لا مش لازم يا سيادة الرائد. نمرة واحد انقاص الوزن علشان الحمل على الفقرة الرابعة والخامسة يقل. نمرة اتنين تقوية عضلات الظهر والبطن، أفضل سياحة أفضل رياضة السباحة. أنا قلت أفضل سياحة السباحة، فهي السباحة هي المفيدة لهذا. نمرة ثلاثة دهان بزيت زيتون وزيت نعناع، عمل جلسات علاج طبيعي. يمكن عمل الحجامة يا سيادة الرائد هتفيدك جدا. وبنقول في النهاية مش كل اللي عنده غضروف يعمل عملية. احنا بنقول بتتعمل العملية في أربع أسباب فقط. نمرة واحد فقد القدرة على التحكم في البول أو البراز، ده لازم. نمرة اتنين ضعف في عضلات الرجلين أدت إلى ضمور عضلي. نمرة ثلاثة فقد إحساس في الأماكن، طبعا رجلين أو الإيدين لو في غضروف في عنقي. نمرة أربعة ألم مبرحة لا تستجيب لأي علاجات طبيعية أو دوائية. خلاص لو واحد مش قادر لا ينام ولا يقوم ويقول لك صريخ ليل نهار وأي دواء ما بيجيبش نتيجة، هنا ساعتها نعمل عملية. لكن يقول لك واحد جاي لك ماشي العيادة يقول لك والله بيجي لي وجع أحيانا، والفقرة الرابعة والخامسة، نقول له لا ما ينفعش تعمل العملية دلوقتي. آخر سؤال بيقول أخونا محمد من القاهرة، الجدة 73 سنة ربنا يشفيها، عندها قلب وضغط وسكر، المرارة بتؤلمها. بنقول هذا الكلام، السؤال بتاعها هو نفس سؤال أختنا أم عبد الرحمن. بنقول لك ولأم عبد الرحمن هتديها الهند باء البري صباحا ومساء، الكركم ربع معلقة ربع معلقة على الأكل يوميا، وبعد عن الدهون تماما في الأكل. يبقى الهند باء البري صباحا ومساء والكركم والبعد عن الدهون. أبو أحمد بيقول علاج للثعلبة، بنقول له حاجتين، ممكن تعمل حجامة عليها، وممكن تجيب فص توم تقسمه وتحك مكان الثعلبة مع تعرضها لأشعة الشمس، بفضل الله ترجع مع البعد عن الضغوط النفسية، لأن 99% من الناس اللي بيجي لهم ثعلبة نتيجة ضغط نفسي. نخف على بعض، نرحم بعض، نتحاب، نعيش مع بعض في سلام وأمان، نبني بلدنا، نحاول نعمر بلدنا، نشد على ايدين، ولما نشوف حاجه كويسه نقول لو وجدنا حاجه كويسه. وانا بقولها هو انا بختم الحلقه، والله لقد راينا الان في شوارعنا انضباط في الشرطه حاليا، وجدنا الان عوده الامن من جديد، ولازم نعترف كنا عمالين نقول يا ريت الامن يرجع، الحمد لله الامن رجع، ونقول الى مزيد وبالتوفيق. والله بعدي على اللجنه ببقى سعيد جدا، هو بيقول لي الرخص وانا بطلعها واقول له ربنا يبارك فيكم وربنا يعينكم، يا ريت ندعي لهم لان دول امن مصر. نسال الله سبحانه وتعالى ان يشفي مرضانا وان يرحم موتانا وان يسد الدين عن المدينين. وفي الختام استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الطب سلام و